عف يا ابني الرفاع بين الخلق راسي راسي عف يا ابن الرفاع بين الخلق راسي ما قصرت بالميدان يحجولي ما ابكي عليك ولا اهبط الراس اذا ام الشهيد الناس صاحولي تقل لي يمه بس وحده لتخليني انوح عليك قبل لا تموت صحت على ام سلمولي اي قالوا لي متت مشتاق لي يا ابني لازم صورتي تبوسها قالوا لي خاف القبر يا احش خلج وياك ما رايد لكم يا مراسك تلالي بس حسين يمك ما اخاف عليك والزهرة تحضرك هذا مأمولي ممنونة وشكرك يا نظر عيناي عيناي أنا بزودك يا يما أمشي على طولي يومي لمبارك الصباح ديني شهيد وابزعيل عمي من يظل بيل طفوحين يومي لمبارك الصباح وفزاعي عمي من يظل بيلطف وحيد هادي وصيتي يلتي سمعوها حنيتي دمي ويلجيفن ذاري التراب يما ذكريني يما ايه مين تيمور ابيات الدعاء نهديها الارواح شهدائنا تقل يا الزغرة الزهرة ويا الحسين يما افتر واحد بالليل وامشي على الجدم قوة يما لقيتك وذر فوق القاع واقول ان هو مو هو حسين وش عند الشمر وياي هيك بمن حرك سوى شمسة ويت لما أدري وبيا ذنب يطلبني تقل فرش تعبايتي عالقاع يوم العاشر بعاشور يا يمه وانا لم جسمك لقيت الشم ضلع مكسور لقيت شويه من كبدك لقيت الخنصر المبتور لقيت على الشريعه جفوف والعباس شيبني اي والله لقيت على الشريعه جفوف والعباس يا الشيب
لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى، ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ولنصرة قواتنا الأمنية والحشد الشعبي، وترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أعلى أعلى أصواتكم.